أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. اليوم أحدثكم عن الدواء الشافي للعجز الجنسي وفقر الدم والسمنة المفرطة والبواسير وعدد من الأمراض الأخرى. فمن خلال دخولي في عالم النباتات واهتمامي بهذا الموضوع مؤخرا، صادفت الكثير من الاكتشافات المبهرة بالنسبة لي. وسبق أن حدثتكم سابقا عن اكتشاف لمكون جنسي ومذهل في نبتة القطبة أو شوكة الجمل، وذلك من غير ميعاد، يعني كانت مصادفة. كنت أستخدمها لتفتيت حصوات الكلى، فإذا هي تزيد النشاط الجنسي بشكل ملفت للغاية. واليوم اكتشاف مذهل آخر، مصادفة أيضا، مع فاكهة السفرجل. مع فاكهة السفرجل التي ترونها أمامكم والتي تجعل منك قوة 100 حصان بإذن الله تعالى ومشيئته. والله يا إخوان، أكلت قطعة بسيطة منها جعلني في حالة من النشاط الجنسي المدهش. هذا بالنسبة للشخص الطبيعي. أما الرجل الذي يعاني من العجز الجنسي فلا أعلم الآن تجربة موثقة عن نجاح السفرجل معه، لكن قرأت لكم ما يلي. يقول: يعتبر السفرجل من أكثر الفواكه فائدة للصحة الجنسية. أما أهم فوائده فهي كما يلي: ذكر في أولها أنه يزيد القدرة الجنسية عند الرجل، ويعالج العديد من المشاكل الجنسية عند الرجال والنساء، ويساعد على الانتصاب، ويعالج سرعة القذف، ويحفز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، يزيد الشهوة الجنسية عند الرجل والمرأة، ويغني عن تناول المنشطات الجنسية، يقلل من الضغط النفسي والقلق والضغط العصبي والذي يتعرض له الرجل في حياته اليومية والتي تؤثر على حياته الجنسية، وهذا يساعد في زيادة قدرة الرجل الجنسية. وهناك عدة طرق لتحضيره، لكن أفضلها هو كالتالي: يغسل السفرجل جيدا، ثم يقطع قطع صغيرة وتزال منه البذور، ويوضع في خلاط خاص بالفواكه، ثم يحلى بالعسل الأصلي من مصدر موثوق، ويوضع بعد ذلك في حاوية أو ما يطلق عليها برطمانة زجاجية، كما تشاهدونه في الصورة التالية. الصورة التي أمامكم هي تجمع المحتويات كاملة بعد إعدادها. فهذا السفرجل أخذنا منه حبة كاملة كبيرة، وقطعناها قطع صغيرة، ثم وضعناها في خلاط خاص بالفواكه، وبدون أن تضاف إليها الماء، إنما أضيف إليها العسل مقدار هذا الفنجان، ملء هذا الفنجان مرتين من عسل من مصدر موثوق. وبعد ذلك تم خلط الكمية كاملة ووضعت في الحاوية، وبعد ذلك توضع في الثلاجة
ويؤخذ منها صباحا ومساء مقدار الملعقة الكبيرة التي أمامكم. وفي الحقيقة أنه لذيذ جدا لدرجة أنك ترغب الأخذ منه أكثر من ملعقة، لكن نقول خذ منه ملعقة صباحا وملعقة مساء، وسوف يحولك هذا الاكتشاف إلى عفريت يحطم أسرة النوم. فوائد أخرى عظيمة في السفرجل: يقدم السفرجل للجسم العديد من الفوائد الصحية، وأهمها ما يلي: يقوي مناعة الجسم بشكل عام، ويحافظ على رشاقة الجسم لأنه لا يحتوي على الدهون، كما أن سعراته الحرارية قليلة، ويحتوي على مضادات أكسدة قوية تقي من الإصابة بالسرطان أعاذنا الله وإياكم منه، ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل نسبة الدهون الضارة في الدم، يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ويقي من تصلب الشرايين، ويساعد في ضبط نسبة السكر في الدم، ويمد جسم الحامل والجنين بالاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية، ويطهر الجهاز الهضمي من مسببات الأمراض، كما يطهر الأمعاء، ويعالج قرحة المعدة، ويعالج الإمساك، ويحتوي على مضادات حيوية طبيعية تعالج العديد من الأمراض، ويقوي مناعة الجسم بشكل عام، يقوي الدم، ويقي من الإصابة بالأنيميا، وذلك لاحتوائه على الحديد، ويعالج التهاب المسالك البولية، ويعالج التهاب المفاصل، ويحافظ على صحة الجهاز التنفسي، ويعالج السعال، ويعالج التهابات الشعب الهوائية، ويحافظ على صحة العين، ويقوي النظر، ويعالج الشعور بالغثيان، يعالج أمراض الفم والحلق واللثة، ويطهر الفم من مسببات الأمراض، ويعزز صحة الكبد، ويحميه من الإصابة باليرقان، ويحسن رائحة العرق، يقضي على الشعور بالعطش، ويعالج البواسير الشرجية، ويدخل في تصنيع العديد من الأدوية، ويعالج سيلان المهبل، كما يعالج التهابات الجهاز التناسلي عند المرأة، يحسن رائحة الأنفاس، ويقضي على الرائحة الكريهة للفم، غذاء مناسب للراغبين في التخلص من أوزانهم الزائدة. كما كشفت دراسة حديثة عن احتواء السفرجل على مواد مضادة للفيروسات، مما يجعله من العلاجات الطبيعية الفعالة ضد الأمراض الفيروسية. يعمل عصير السفرجل على تطهير الجهاز الهضمي وتنشيط عمله وإنعاشه، وذلك من خلال قدرته على علاج حالات قرحة المعدة وعسر الهضم، بالإضافة إلى احتوائه على خواص مدرة للبول. يخفض تناول السفرجل بشكل منتظم من مستويات الكوليسترول العالية، ويحافظ عليها ضمن معدلاتها الطبيعية، كما يقلل من احتمالات الإصابة بقصور الكبد وأمراض القلب والدسنتاريا. يحتوي السفرجل على كميات مناسبة من البوتاسيوم، والذي يخفض من ضغط الدم المرتفع. يحسن السفرجل من الصحة العامة للجسم، ويقي من العديد من الأمراض نظرا لاحتوائه على فيتامين سي، وعلاج مفيد لحالات فقر الدم نظرا لما يحتويه من كميات عالية من الحديد. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة
دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.